أعود إلى موضوع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، وينضم لنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سيد منيف عماش الحربي. أهلا بك معنا. زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وربما هذه الزيارة التي نتج عنها شراكة سعودية بريطانية طويلة الأجل لدعم فقراء شعوب العالم، قراءتكم لهذه الزيارة، قراءتكم لأبعاد هذه الشراكة؟ طبعا هو تأسس المجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، لها عدة أبعاد. هناك بعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد تنموي. البعد السياسي، العلاقة هي مستمرة من 100 عام، ولكن الآن في تطور. لا ننسى أنه فيما يتعلق بالملف اليمني بريطانيا أخذت خطوة متقدمة عندما تقدمت إلى مشروع قرار الأمم المتحدة لإدانة تصدير طهران للأسلحة لميليشيا الحوثي وبالذات الصواريخ البالستية. أيضا لا ننسى أنه بريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن، هي تقود رابطة الكومنولث فيها 52 دولة، هي عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. فبالتالي هي تجذير للعلاقة الاستراتيجية السياسية بين السعودية وبريطانيا، خاصة خديجة تعرف بريطانيا أكثر الدول العظمى والدول الغربية فهما لتاريخ منطقة الشرق الأوسط، وفهمها لتأسيس التحالفات، وفهمها لبناء الشراكات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية. في مجال الاقتصادي تعرفي أنه 2030 هي رؤية طموحة ومتطورة. السعودية لديها أرامكو، تخصيص 5% من أرامكو، والتقديرات بالنسبة لتقييم أرامكو وصل بين 1.5 تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار، وهذا يعادل الناتج المحلي البريطاني. أيضا صندوق الاستثمارات السعودية، صندوق السيادي، ازداد إلى 2 تريليون دولار، وبالتالي هناك فرص استثمارية في بريطانيا. أيضا هناك موضوع التخصيص في السعودية، مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية. أيضا تمخض المجلس السياسي الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا إلى حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية، بحيث يصل التعاون بين السعودية وبريطانيا إلى ما يتجاوز 90 مليار دولار. وكما ذكر الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع أنه هذه هي بدايات لتنامي وتطور، وكما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية هي مرحلة جديدة عندما ذكرت It's a new era، وبالتالي هي مرحلة جديدة من التعاون السعودي البريطاني. في المجال التنموي اتفاقية بين مركز الملك سلمان ورفد لتنمية المناطق الأكثر فقراً في العالم، وهذا دليل انه السعوديه لديها، لا ننسى خديجه ان السعوديه من اكثر الدول نسبه من الناتج المحلي تقديم المساعدات على مستوى العالم. نعم، بالتالي هذه شراكه تنمويه ايضا. نعم، طيب هذه الخطه طويله الاجل، يعني تعزيز هذا الدعم للناس الاكثر فقرا وتجعلهم يعتمدون على انفسهم فيما بعد لكي لا يعتمدوا على اي مساعدات، لكي ربما يصبحوا قادرين على الاعتماد على انفسهم في سوق العمل تحديدا، هذه الرؤيه السعوديه، الرؤيه الشابه، الرؤيه الطموحه ايضا، كيف ستنعكس على الداخل السعودي بشكل خاص بالنظر الى رؤيه 2030؟ تعرفي الثنائية المهمة الآن في السعودية ثنائية الشباب والمرأة، تمكين الشباب. وترين أنه هناك ليس فقط الأمير محمد بن سلمان هو القائد الشاب في السعودية وهو يبلغ من العمر 32 عام، العديد من المناصب الآن أصبحوا كفاءات شابة تتولى هذا الأمر. أيضا دعم وتمكين المرأة في السعودية، فبالتالي النهج السعودي هو ليس فقط تقديم التسهيلات أيضا، لكن صناعة الإنسان، صناعة الفرد. تعرف في تاريخ المملكة صناعة الإنسان كانت مهمة، وبالتالي حتى موضوع الابتعاث الخارج هي كانت
جزء من صناعة الفرد في المملكة العربية السعودية. وبالتالي الاتفاق أيضا التنموي مع بريطانيا لتمكين المناطق الأكثر فقرا على تمكين الإنسان لتجعله قادرا. مركز الملك سلمان يقوم بدور مهم في موضوع الصحي، في الموضوع التنموي، في العديد من الدول بهذا النهج، ليس فقط في تمكين في تقديم مساعدات ولكن في تمكين الأشخاص أيضا. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الكاتب والمحلل السياسي مناف عماش الحربي، كنت معنا على الهاتف من الرياض، شكرا لك.